جدعان، رجعت من السيشن بتاع عيد ميلادي. هوريكم دايما برجع بوريكم الفساتين بتاعتي. ايه رايكم بقى في الفستان ده؟ هو انا مش مظبطه الحاجات اللي هنا بتتظبط، بس عشان انا جاي متبهدله. فايه رايكم؟ بصي هي بتبقى كده واحلى كمان. ايه رايكم؟ قولولي ايه رايكم في الفستان ده، وتدوني كم من 10 يعني، والميك اب بقى والدنيا دي، قولولي تدوني كم من 10 فيه. وطبعا كالعاده بجيب كل الفساتين وكل الحاجات من عندي بتكون من عند ساره. ايه رايكم؟ بجد بجد تحفه 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 تحفه، عاجبني قوي. قولولي تدوني كم من 10. بصوا بقى الميك اب التحفه ده، الميك اب ده ندى هي اللي عملته لي. بجد بجد اكتر حد بروفيشنال بيعمل ميك اب. عايزه اقول لكم شكرا لكل اللي قال لي كل سنه وانتي طيبه. اقسم بالله انا بحبكم قوي 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 قوي. بصوا دي بتتشال يا جماعه لو حد عايز يشيلها، يعني بجد بجد حاجاتها تحفه. استنوا اوريكم الشنطه كمان اللي كانت معايا واتصورت بيها السيشن. عايزه اقول لكم كمان اللي انا كنت هلبس التاج التحفه ده. بصوا كان هيبقى كده، بس قلت حسيته ان هو كتير، يعني لو لبسته كان هيبقى كده. ايه رايكم؟ قولوا لي كان هيبقى اوفر ولا كان هيبقى عادي، عشان انا يعني كنت محتاره قوي. بس لو كان كده بالظبط كان هيبقى عادي، لكن الحاجات اللي كنت لابساها على التاج على الشنطه كان هيبقى اوفر قوي. عايزه اوريكم برضو دي الشنطه اللي انا عملت بيها السيشن. بجد تحفه 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 تحفه. كل الحاجات دي واخداها من عند ساره. ساره بتكون عندها الفساتين وعندها الشنط وعندها كمان التاجات، عندها كل حاجه تتخيلوها. بصوا بجد يعني لو كنت لبست التاج كان ده هيبقى شكلي. بجد عسل عسل قوي جماعه. بصراحه عايزكم تقولوا لي رايكم، حلوه ولا نص نص؟ اكيد حلوه عشان عيد ميلادي بقى. جملوني جملوني. يلا بقى هقلع الفستان بقى، مع اني والله بجد بجد مش عايزه اقلعه. بصوا في كمان حزام من هنا، ده حزام بجد يا جماعه. الفستان تحفه تحفه يعني على الحقيقه، احلى كمان بكتير. بجد بجد خطير خطير. كمان بصوا من هنا كمان، من هنا كمان. الناس تكون فاكره ان ده واقع، لا ده مش واقع، هي عامله فروق كده يعني. جماعه عايزه اقول لكم ان في بكره سيشن هيولع الدنيا، انتظروا الدمار. وهتلاقوا حته ريل نازله انتوا مش هتتخيلوا بجد، اللي احنا انا ومحمد اللي عاملينها جامده قوي. انتظروا بس انتظروا. بصوا بقى انا هلعب بقى الفستان ده وهلبس بقى حاجه تانية عشان اغير. جماعه انا غيرت اهو، حان وقت اصعب حاجه في الدنيا اللي انا اشيل الميك اب. بقعد 3 سنين اللي انا اشيله بجد يا جماعه.